العطاء باب النعم والبخل عنوان التعاسة والألم الدائم. أعطوا فتعطوا، ومن يمنع الخير عن الآخر هذا يطلب ولا يجد. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. قيل إذا فقدت مكان بذورك التي بذرتها يوما ما فسيخبرك المطر أين تزرعها وستحصد خيرا عندها. لذلك أبذر الخير فوق الأرض وتحت السماء ومع أي أحد فأنت لا تعلم أين تجده ومتى. عائلة أبو حنة مثال حي نستقي منه الكثير من العبر في حياتنا، فهل ستنجو هذه العائلة من البخل أم ستقع في فخه؟ لنتابع إذن أحداث مسرحية البخيل من أداء شبيبة القديس نيقولاوس ونرى النتائج. يا رب بارك ابني حنة واحفظه، وأبو حنة وخليه يفتح إيده الماسكها علينا يا رب. يما كيفك؟ يما شو عملت لنا أكل اليوم؟ ما في أكل، ما أنت عارف. طب أنا كثير جوعان، تخيلي معي شو جع بالي. قطعة لحمة هسه مشوية بهالصيام هيك تكون طالعة هلا من الفرن حمراء يا باي. ولك أنت عنو اللي بيقول لك لحمة وبسمم أفكارك؟ أنا احكي لي مين اللي بيقول لك لحمة بس؟ ولا حدا أنا جع بالي لحمة يا زلمة. مش انا معلمك الصيام؟ يا ابو الصيام بالكنيسه 40 يوم هي سيدنا يسلم، وانت مصومنا طول السنه. انت اصلا اكثر شيء بتحبه بالصيام شو؟ بالكنيسه هو الصيام. الولد جوعان يا ابو حنة. اسكتي يا مره، انا بعلمه الصيام الانقطاعي. كيف سيدنا؟ شو الصوت هذا؟ يا حنا؟ حنا؟ ايوه يابا تعال. يابا شو الصوت هذا؟ هاي صوت. شو الصوت اللي نسمعه؟ سامعينه بقول يا رب اليك صرخت. على ايش مشغل بنسمع؟ اكيد على المسجل يعني. على المسجل؟ اه طبعا على المسجل، والفاتوره شغاله والعداد شغال. وادفع يا ابو حنا. من وين اجيب انا؟ اسمع يا ولد، هلا بدك تقرر، يا بتسمع تراتيل يا بناكل. يا بوكل يا بابا. عموما انا جايب لكم معي اكل. اكل؟ وين؟ جايب لكم معي أكل. اكل. وينه؟ وين؟ اصبري على رزقك ورزقه. وين الاكل؟ روح جيبي لنا خبز. حاضر. جيبي لنا الخبز يا ام حنة. بس الخبز معفنه ويابسه يا ابو حنة. يابسه؟ اه معفنه؟ نعمة هاي ولا مش نعمة؟ سيدنا نعمة ولا مش نعمة هاي؟ إذا نعمة وراح ناكلها. يلا يقولوا أصلاً العفن كويس للشعر. يا زلمي يلا خلينا ناكل. هاي حنة. طيب وهذا بشو بدنا نغمسه؟ أنت لو تصبري على رزقك بتعرفي، بس دغري بدك تعرف كل شيء بسرعة. أنت بتعرفوني لما أحط إيدي بالجيب يعني. حبيبي. والآن فجأة اهو شو هذا يابا؟ اهو افتح ايدك تقول لك افتح يا ام حنة. شو خسارة لا فيك ولا في امك. اهو هات اقول لك ملح يابا جايبينه معك ملح. اه ملح يصير بيناتنا عشرة وملح. تفضل تفضل اقعد اقعد يا ابو حنة اقعد. سلم ايديك يطول عمرك يا رب. الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا ابو حنة. اهلا وسهلا، بعرف هالدخلات هاي الفجائيه. العيد قرب، كل سنه وانت سالم يا وانت رب. وانت سالمه والجماعه سالمين وسيدنا سالم. انا ايوه كنت بقول دقيقه شوي، هاي بدها اجر على اجر. ايوه كنت بقول يعني ادخلي في الموضوع بسرعه. بدي ايوه بدك فستان لي وبدله للولد. فستان لك فستان للولد وبدله لك. مش انا لما خلفتي هذا الحيطه اللي عندنا النضوه جبت لك فستان وجبت له بدله؟ روح يا زلمه قرفتني بعيشتي. تعال 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 تخافيش سيدنا هون تخافيش. تعال بتعرفي شو هو اليوم الاسود؟ لا. يا جماعه بتعرفوا شو هو اليوم الاسود؟ اليوم الأسود يوم ما وديت أهلي دار هالمرة.
وصحون الحلو فايتة وطالعة والكباب بيتكم زحلق من القطر. انت بتعرف شو هو اليوم الاسود؟ شو هو اليوم الاسود؟ احكي. اليوم الاسود هو اليوم اللي رضيت فيك من بين كل العرسان. كانوا واقفين على بابي طوابير 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 طوابير، ما ابوكي فاتح مخبز عنده، الناس تصف عنده طوابير. اي روح يا زلمه. يابا يما تعال شوف شو لقيت. تعال ايش مالك؟ اذا ما هذا شكله يود يود يود. شوف شوف ايش تبع جروح. لا يا زلمه كبيت علبه اليود يا الله على الارض، هات بعد الجروح. ايوه هات هات حجر بسرعه، هات لي حجر بسرعه. بقول لك بدك الحجر. اصبري اصبري عشان تشوفي، مش هاد يود وهات حجر. ها ها نستفيد شوي من هاليودات. يا الله هالزلمه رح يجنني هالزلمه. بحرق شكله اصلي. اسمعي يا مرا، اسمعي يا مرا، انا طالع من البيت وراجع، مواضيع هاي الفساتين والبدلات انسيها. مع السلامة يابا. جيب لي معك شي زاكي. استنى نسيت احكي شي لأمك. اسمعي وكمان اذا مش عاجبك اكثر، هاي سيدنا تواصلي معاه رقم ابونا مين سالم دنات عبيت الحيلة على بيت العيلة ومنحل الموضوع عطول من فضها سلمية. يابا ايوه انا بقول تجيب لي معك شي زاكي. شي زاكي؟ ولك حل عني. يابا شي زاكي يابا. يا زلمه حل عني. روح روح يا حنا جيب لي جاط الغسيل واستفكني. حاضر يا ام. حاضر حاضر. شو بدي شيل؟ بس دوا الغسيل لا تنسى يا ام. يلا يلا يا ام تفضل. وهاي لأبو حنة. ها لأبو حنة. ها ها أبو حنة. ها هذا كله لأبو حنة. ها الله على غسيلاتك يا أم حنة. رضا ماشي بجنن. ولك شو اللي بتعمليه انت هاد؟ مالك شو هذا كله اللي بتعمليه؟ قولي لي بس شو هاد؟ شو هاد كله؟ شو هاد؟ لا تقولي طلعوك من الشغل. يا ريت طلعوني من الشغل. لا تحكي لي المروحة انكسرت. حوضك اللي ينكسر ان شاء الله. لا عاد شو مالك يا زلمة؟ ولك كل هذا سرف؟ حسوا فيي مشان الله، انا من وين اجيب؟ اقول لك ها؟ شو بتسوي يا زلمة؟ شو بتسوي؟ بجلجل. اسمعيني هذول السرف والمي بنضل نغسل فيهم لاخر السنة. يا بي منا وانا اللي عامل لكم مفاجاه. شو 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 يا ابو حنا الله يخلي لنا اياك. رجعي رجعي. وينها وينها؟ تعال ندور هون لهون. شو وينها حنا؟ ايوه روح جيب لنا سكين. يلا يابا من المطبخ. ايه يابا هو في عندنا مطبخ بالدار. ولك روح جيب سكين. والان تعرفوني لما احط ايدي بالجيب على طول. والان ترارارا برتقان يابا. برتقان واحد بحب يتفكن بعد الغداء. اي غداء يا زلمه يابا؟ واحنا اكلنا اشي من الصبح. بغض النظر واحد يتفكن كمان كويس. اي سكينه يابا اي سكينه. اي سكينه. ها نجيبها نسنترها، ظل النص الثاني لبكره. حاضر حاضر. ها اوعى ينكب اشي. ها هذا النص الثاني يا محنة لبكره. حاضر. ها هذا نتفكن عليه اليوم. هات هات ايدك حط حط اوعى ينقط اشي علينا. لا لا تخافش. ها يلا هاي نص لحنة ونص لام حنة. يا زلمة الجوع قتلني يا ابا، الجوع قتلني. والله ما فاهم عنك. تكب القشر على الارض. ولك انت اتقي الله بس. هذا بنعمل فيه ما بيتاكل. ما هذا بنعمل فيه مخلل. اتقي الله. منو اللي جاي؟ اي شوف على الباب شوف على الباب. منو اللي جاي؟ منو اللي جاي؟ اهلا استاذ مجدي. يا هلا يا هلا. يلا بشوف ابوي ابوي ابوي
يابا يابا مين اللي جاي؟ مجدي من كنيسة ماركا يا حبيبي، هذا جاي من عند أبونا صفرونيوس 100%. كان هوا شو أقول لك؟ شو بده؟ اسمع شو بعرفني؟ روح قل له، روح قل له أبوي مش موجود يا زلمة. سمع صوت، روح قل له أبوي مش موجود يا زلمة. عيب عليك تكذب. شت اسكت انت. أستاذ مجدي بقول لك أبوي إنه هو مش موجود بالدار يعني. ف أهلين أستاذ مجدي. أهلين، أهلا وسهلا. مساء الخير يا أبو حنا، كيف حالك؟ ابنك حكى إنك مش بالبيت يا زلمة. هذا جاي ما علمناهوش. بسيطة بسيطة يا أبو حنا. يسوع زارنا اليوم. يا سوء. الله يسعدك. تفضل يا ابو حنا. تفضل تفضل استاذ، تفضل. مساء الخير يا ام حنا، كيف حالك؟ الله يسعدك يا ربي. ايش مش صوت؟ بعرفك ديموزيل ام حنا. المدام متجوزه. بسيطه يا ابو حنا، بسيطه. جيبي لنا كراسي يا ام حنا. لا يا ابو حنا لا تغلب حالك. لا واجبك علينا ولو. الله يسعدك يا ابو حنا. تفضل تفضل يا استاذ، تفضل. واجبك علينا. اهلا وسهلا. يسوع زارنا اليوم. الله يسعدك يسوع. تفضل يا ابو حنا. اهلا وسهلا. كيف حالك يا ابو حنا؟ طمنا عنك. اهلا وسهلا يا استاذ. ان شاء الله بخير. الله يطول لي عمرك. كيف امورك انت؟ الله يسعدك يا ابو حنا. تعرف يا ابو حنا الفتره متجايين على الكنيسه، والكنيسه بتحب تفتقد يعني الناس اللي ما بتيجي عليها. مش غلط. وانت يعني وحنا زمان ما اجى على مدارس الاحد. خير طمني، ان شاء الله ما في شيء. ما هو ان شاء الله. ولك اسكتي، ما انا بحكي قاعد. ايه كير يا ليسون. اهلين استاذ مجدي. فبقول لك يعني انت بتعرف المشوار طويل علي، واذا بدي اطلع على الكنيسه من البيت يعني بدها تاخذ معي ساعتين. اوف، ساعتين يا ابو حنا؟ ليش ساعتين؟ ساعتين ساعتين بتاخذ معي وقت. ليش انت بتيجي مشي يا ابو حنا؟ ما يعني الواحد شوي. ليش بعزقت السيارات وبعزقت المواصلات والتكاسي؟ من هالواحد بحرك حاله رياضه يعني. الواحد مرات بيطلع السكر عنده بقول طلق اجريه. بس الطريق كثير طويل يا ابو حنا، ما تروحش مشي يعني. شو بدنا نسوي يعني؟ يلا بسيطة. نورتنا نورتنا يا استاذ. بسيطة يا ابو حنا، الله يسعدك يا ابو حنا. اخذنا الحكي وما قلنا الكاش. شو بدك تشرب؟ ولا شيء يا ابو حنا، لا تغلبش حالك. بارد ولا سخن استاذ؟ غلبش حالك يا ابو حنا. لا مش بارد الدكان يوم اطلع. خلاص ما دامك مصر نشرب شاي. لا هو انا مش مصر يعني. انا مش مصر بس نشرب شاي. جيب لنا شاي ام حنا. حاضر يا ابو حنا. اهلين اهلين. الله يسعدك يا ابو حنا، طمني عنك. يسوع زارنا اليوم. يسوع يا ابو حنا. شكرا شكرا. امورك تمام؟ الاولاد بخير؟ الله يخليك يا ابو حنا. كيف ماركة؟ 100% الحمد لله منيحه. الله يسعدك. الله يخليك يا ابو حنا. والله يسلم لنا على المختار، يسلم لنا على الشله اللي غاد والجميع. بوصل يا ابو حنا، بوصل. الله يسعدك. ان شاء الله بوصل. ان شاء الله امورك تمام. ضليت تطلب اخوي. امورك بخير؟ هسه مش هسه. الله يسعدك يا ابو حنا. يا ابو حنا. ايه شو بدك يا ابو حنا؟ شو بدك؟ ايه بس اسكت، قاعد بحكي مع الزلمه. تعال دقيقه يا زلمه. لين يا ابو حنا؟ بعد اذنك استاذ. خذ راحتك يا ابو حنا، انت ببيتك ببيتك انت. يسوع زارنا اليوم. الله يسعدك يا يسوع. شو بدك انت عن جدك يعني؟ اعمل شاي. سوي لنا شاي بالكاسات الكبار الكبار. الكبار استاذ مجدي من عند ابونا صفرونيوس الكبار. اهلين اهلين استاذ. يسوع زارنا. يسوع يا ابو حنا، تفضل. اهلا وسهلا استاذ. يا ابو حنا شو اخبارك؟ كيف ماركه؟ منيحه. ضلوا ينقوا اهل ماركه على سيدنا. بدنا كاهن، بدنا خوري، بدنا لما طلعت روحهم اخر اشي اجاهم سوبرمان. ده البركه يا ابو حنا، الله يسعدك. الله يشعل الموضوع. يا ابو حنا، بس يعني هذا هو السبب اللي خلاك ما تيجي على الكنيسه؟ شوف هو مش يعني السبب الاساسي، يعني السبب الاساسي بتعرف مرات الصينيه الواحد بنحرج منها. الصينيه؟ انا صينيه يا ابو حنا، مش فاهم عليك. الصينيه هاي اللي بيجي فيها ابو فرح يلف بالكنيسه، وبتعرف الواحد بنحرج مرات. ايوه ايوه يا ابو حنا، فهمت عليك. العطا يعني. نعم. طب ما هو المعطي المسرور يحب الرب يا ابو حنا. هو انا العبد الفقير بدي اعطي لربنا ملك الملوك، ولا هو بده يعطيني؟ يا ابو حنا ما هو بقول لك اعطيني شوي من وقتك ومن مالك برد لك اياهم اضعاف، ادفعوا العشور وجربونا بحكي. لا يا استاذ حنا، استاذ مجدي. لا يا استاذ مجدي ما بسمح لك، انت هاي مش فاهمها صح. ربنا بيقول لا تجرب الرب الهك. يا ابو حنا يا ابو حنا، هذا موضوع، هذاك موضوع ثاني. يعني ربنا بيقول لك مش تروح تزت حالك قدام سياره، ولا تزت حالك من جبل تصير تقول ربنا بيساعدني. الموضوع انك تعطي شويه لربنا من وقتك ومالك، وهو برد لك اياهم اضعاف. ومين قال اني انا ما بقدم العشور وما بدفع وما بعطي حق ربنا؟ شو بتسوي؟ خليك معي، خلي العالم تكون كلها عارفه وشايفه انا ايش بعمل كل يوم. انا كل يوم بسكر بروح بسكر علي الغرفه، بمسك كل فلوسي بجيبتي،
برفعها وبمسكها بايدي برميها عالي عشان توصل، بحكي يا رب خذ اللي بدك اياه بس رجع لي الباقي. وهذا انا اللي بعمله يا استاذ مجدي. طيب يا ابو حنة، انت عارف العيد قرب وكل عام وانت بخير، كل سنه وانت سالم يا وانت أستاذ. سالم يا ربي. وفي عائلات محتاجه، والكنيسه بالفتره هاي بتلم شويه مبالغ عشان تفرح الناس. حلو، يعني الكنيسه مش ناسيتنا. لا لا يا ابو حنة، مش هيك قصدي، كنا محتاجين يعني منك مبلغ صغير للكنيسه. ايش يا ابو حنة، اجيتي في وقتك وجايب العده وامور الشاي كامله. استاذ مجدي خلي ركز معي، الناس مزاج بالشاي. في ناس بيحب سكر خفيف، في ناس بيحب ذره سكر، في ناس بتحب من غير سكر. احكي لي مزاجك في الشاي. من غير سكر يا ابو حنة، من غير سكر اهو احسن كمان واوفر، واحسن كمان للسكر. طبعا طبعا. خلينا نشوف الكاسه هاي كم جرام شاي بدها. كم جرام؟ 6 7 8 يعني بدها 4.5 جرام. بنوزن. اها شوف هي وزن 100% بزياده. معلش يكون خفيف شوي. مش مشكلة، المهم احسن هو عشان ما تقلقش يعني بالليل. طبعا. يا عيني يا عيني، سلم ايديك على الشايات يا محنة. تمام، تفضل يا استاذ مجدي. يسلم ايديك يا ابو حنة. شكرا. ولا والعفو يا زلمه، وين رحت؟ هات اذوق لك اياها. يسوع زارنا اليوم، يسوع ذوق لك اياها اذا ناقصه سكر. ما حطيتش سكر ما انت يا ابو حنة. ما نذوقها، بلكي بتعرفش تسوي شاي، الواحد يعني احتياط. يا زلمه بتذوق لحالك. ايه ولد شو، تعالي ايه ولد شو، وين حنة يذوق هالشايات؟ حنة ولا حنة طلع؟ حنة طلع. وسلم ايديك يا الشايات خمير. يا زلمه تشرب لحالك. ايه خلاص ولد، خلاص ها. تفضل استاذ مجدي، صحتين وعافيه. يسوع يسوع زارنا اليوم. على قلبك يا ابو حنة. يسوع زارنا اليوم. طيب نرجع لموضوعنا يا ابو حنة. انا موضوع انه محتاجين مبلغ منك للكنيسه. انست وشرفت استاذ، كل سنه وانت سالم. الله يسعدك يا ابو حنة. شكرا خليك. شكرا. طيب قبل ما نروح شو رايك نصلي صلاه صغيره يا ابو حنة؟ لازم، مش غلط. تفضل صلي يا ابو حنة. لا لا يا استاذ مجدي، انا ما بسمح لنفسي، وفي عندي كاهن، عندي خادم للرعيه، اني انا اصلي وهو موجود. تفضل انت يا ام حنة صلي. لا يا استاذ مجدي تفضل انت. ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل النعم اللي بتنعم علينا فيها، تنعم علينا بالصحه والماء والحياه وكل ما نملكه هو لك يا سيدنا. نسالك يا رب بارك هذا البيت وبارك اهله وبارك هذه الاسره، ووسع برزق ابو سمائيل وارزقه من عندك يا رب خيرات كثيره. نسالك يا رب بارك، ويا رب ان نعطيك بفرح، نعطيك من اوقاتنا ومن اموالنا، ونعطيك في حياتنا فهي ملك لك، وان ندعوك نحن غير مستحقين، ونقول لك يا ابانا الذي في السماء. شرفت استاذ مجدي، شرفت. الله يسعدك يا ابو حنة. شكرا. الله يطول عمرك وانت سالم. الله يخليك. ما تنسى يا ابو حنة، ما بدي ارجع ردت عليك. حنا على المدارس الاحد، انتوا على الكنيسه ان شاء الله. ولا يهمك ابو حنة. يا زلمه بدنا نطلعك من غير شيء، استنى شوي. لا تغلبش حالك يا ابو حنة، نطلعك وايدك فاضيه. لا تغلب، ما في داعي يا ابو حنة. شويه بذرات تسلى فيهن على الطريق. شكرا شكرا يا ابو حنة. تسلى فيهن على الطريق. يلا تصبح على خير يا ابو حنة. هلك وسلم وانت سالم. حرام عليك يا زلمه، ادفع العشور اللي عليك، ما هي لربنا. انا من وين اجيب؟ انا كلهم عايب البنك 25,000 دولار، ايه 25 دينار لاخر الشهر، من وين اجيب؟ استنى اعدل لك اياهم. اخ يماه، مالك عقلي؟ مالك يماه؟ ايش مالك يا حبيبي؟ ايش بلعب برا ولقيت سندويش على السور واكلته، من اول ما اكلته ومعدتي من الجوع. طب وليش ما قلت لي من قبل يا ماما؟ خفت وقلت هلا بصير احسن. عجبك هيك؟ الولد مش راضي يسكت، بيروح بلملم زبايل عن السور وبياكلها. طب خلينا ناخذ على الدكتور يا ابو حنة. دكتور انا من وين اجيب لدكتور؟ هلا كشفيات وعلاجات وصور، من وين اجيب انا؟ طيب يعني نترك الولد يموت؟ ما راح يموت، انت روح جيبوا لي كاسه زهورات ولا مليسه بصير زي الاسد. اخ يابا منك.
الله يسامحك، شو عملت فينا؟ جوعتنا وعطشتنا، ما هنيتنا بيوم يابا، لا وديتنا على الكنيسة ولا على مدارس الأحد ولا إشي من ورا بخلك يابا. يابا الله يسامحك يابا. حنا يابا، حنا قوم، حنا راح أعالجك، هاي المصاري كلها يا حنا، حنا هاي المصاري كلها. حنا قوم راح أعالجك، أنت أحسن دكتور بأحسن مستشفى، على اليونان باخدك أعالجك، بس قوم يا حنا. حنا بارك يا سيد. وهيك بتكون خلصت مسرحية البخيل اللي بتجسد حياة كتير من أولادنا. والبخل مو شرط يكون بالأكل أو بالمصاري، بخلنا ممكن يكون تجاه واجبنا تجاه ربنا، ممكن يكون بعدم قيامنا بالصلاة أو الصوم، بواجباتنا الروحية. وأكيد هذا البخل رح يؤدي إلى بعدنا عن الكنيسة، وبعدنا عن الكنيسة رح يعرضنا لخسائر كتير كبيرة، رح ترجعنا لربنا أكيد بعد ندم كتير كبير. وأكيد ربنا رح يكون بستنانا وفاتح إيديه وبقولنا، لأنه هكذا يكون الفرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. صلواتكم.